أهلا بكم. قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للدفاع المدني أنس الصالح اليوم إن الدولة سخرت كافة الإمكانات والخدمات للحفاظ على صحة وأمان الوطن والمواطن والمقيم في ضوء انتشار فيروس كورونا. حديث الصالح جاء خلال تفقده منطقة الحجر الصحي بمنتجعي أكوا مارينا وخليفة للاطلاع على الاستعدادات والإجراءات الأمنية المتخذة لاستقبال الحالات، وشدد الصالح على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتأمينية والاحترازية في منطقة الحجر الصحي.